أنت بطريقة أسرع في هذا الشق. نتعرف كل يوم على كتاب أثر بحياة أحد ضيوفنا، وضيفتنا اليوم هي الصديقة أليين لحود. نستمع لألا. ما في أقول أنه في كتاب واحد غير لحياتي، بس فيني أقول أنه في كاتبة اسمها كونتاس دو سيجور عملت مجموعة قصص للمراهقين، وبي قدم لي وقتها كل مجموعة قصصها وقريتهم كلهم. كان لها تأثير كتير كبير بحبي أنا للكتابة، لأنه من وراها ومن ورا قدرتها على كتابة الحوارات ضمن قصص بتحكي عن المجتمع اللي كانت عايشة فيه، عن أطفال، عن مراهقين، عن حالات نفسية. اكتشفت من وراها أنا حبي للكتابة، حبي لكتابة السيناريو بالتحديد، لكتابة الأفلام أو المسلسلات. فاليوم وقت بقول ليش أنا قادرة أكتب، أول شي بيرجع على بالي قصص الكونتاس دو سيجور اللي كانت أكبر مصدر وحي لإلي، تأكتشف من بعدها أنه أنا كمان بحب ألف قصص وبحب أكتب حوارات وبحب أعطي حياة لشخصيات حولهم من الورق للحقيقة.